والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم حول الزواج. ولكن قبل أن نبدأ بالموضوع نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أننا عندما نقرأ الأدعية المأثورة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نجد في هذه الأدعية طلبا لمختلف الحاجات. ما هي الحاجات التي يحتاجها كل واحد منا؟ وما هي الحاجات التي يحتاجها كل مجتمع من مجتمعاتنا؟ احنا عندنا حاجات دنيوية وعندنا حاجات أخروية، عندنا حاجات فردية وعندنا حاجات اجتماعية، عندنا حاجات تتعلق بنا، عندنا حاجات تتعلق بأولادنا، عندنا حاجات تتعلق بأصدقائنا. كل هذه الحاجات نجدها عادة مذكورة في الأدعية. الدعاء للأموات هذا موجود في الأدعية: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. الدعاء للفقراء هذا موجود في الأدعية: اللهم أغن كل فقير. الدعاء للجائعين هذا موجود في الأدعية: اللهم أشبع كل جائع. هذه الجمل التي نقرأها في شهر رمضان المبارك. أن يكون الواحد، شوفوا حتى في الأدعية إلى هذا الحد أيضا، واحد من حاجاته المقبولية الاجتماعية أن يكون مقبول في المجتمع، أن لا يكون منبوذ من المجتمع، أن يكون محبوب من المجتمع. هذه إحدى الحاجات الأساسية اللي يذكرها علماء الاجتماع وعلماء النفس. حتى هذا الدعاء مذكور في ضمن الأدعية، في زيارة أمين الله التي يزار بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويزار بها أيضا سائر الأئمة صلوات الله عليهم. وهذا الدعاء من أصح الأدعية سندا، أو أصحها سندا، الزيارات من أصح الزيارات
أو أصحها سندا، واحد يقرأ في حرم أمير المؤمنين، واحد يقرأ في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، بعد البدء بكلمات السلام، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، بعد هذه المقاطع واحد يبدأ بأدعية: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، إلى أن يقول: محبوبة في أرضك وسمائك. المؤمن يطلب من الله تعالى أن يكون محبوبا في السماء، لعله يعني عند الملائكة، ومحبوبا في الأرض أيضا. حتى هذا الدعاء، حتى هذه الالتفات موجودة في الأدعية: محبوبة في أرضك وسمائك. ولكن الوالد حفظه الله يقول: في كل الأدعية التي رأيتها وقرأتها وسمعتها لم أجد دعاء واحدا، هذا الدعاء مو موجود. حسب هذا التتبع لم نجد هذا الدعاء، لم نسمع هذا الدعاء، لم نقرأ هذا الدعاء. شنو هذا الدعاء؟ اللهم زوج كل عذاب، هذا مو موجود في الأدعية حسب التتبع، ماكو. اللهم زوج جميع العزاب، ماكو. اللهم زوج جميع العازبات، ماكو، أو لم نجد. مع أن الزواج نصف الدين، يعني قضية مهمة. هذا الدعاء للأموات: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا الدعاء للأحياء، هذا نصف الدين، من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني. ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها عزاب. نوم المتزوج ينام بالليل، ياخذ ينام. نوم المتزوج عند الله كما في الأحاديث أفضل من عبادة الأعزاء. يعني شخصان، واحد متزوج ينام من الليل للصبح، وواحد أعزب من أول الليل يبدأ بالأدعية البارحة، بدأ بدعاء كمل وصلاة الليل وعبادة وذكر ومناجاة وبكاء وتضرع إلى الصبح، ياهو أفضل عند الله. المتزوج النائم أفضل عند الله من العزب الصائم القائم. صائم أيضا، يعني اليوم يصوم أيضا يوم الجمعة، والبارحة ساهر للصبح، هذا أفضل عند الله من هذا. هذه القضية المهمة اللي هي نصف الدين لم نجد في الأدعية ولا إشارة واحدة إليها. ليش ماكو في الأدعية؟ الجواب على ذلك هو أن الزواج ما كان يشكل مشكلة اجتماعية، ما كان مشكلة. الزواج في منهج الله، في منهج رسول الله، في منهج الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، ما كان مشكلة، شأن عادي من شؤون الحياة، عادي عادي. ما كان عندنا ظاهرة يسمى ظاهرة العزاب، ما كان عندنا. ما كان عندنا عندما منهج الله كان حاكم، مو الآن هاي المناهج الوضعية الحاكم، ما كان عندنا مشكلة تسمى مشكلة العازبات، ما كان عندنا مشكلة تسمى بمشكلة المطلقات. في بلد صغير 10,000 مطلقة كما ينقل يأخذون مساعدات من الحكومة، 10,000 في بلد صغير نسبيا. وكمل المطلقات اللواتي ما يأخذون، لأنه ما يليق بكرامتهم مثلا الاجتماعية، أو يجدون غير ملائم. ما كان عندنا مشكلة تسمى مشكلة المطلقات، ما كان عندنا مشكلة تسمى مشكلة الأرامل، ما كانت هذه المشكلة.
الزواج والنكاح كان أمر بسيط إلى أبعد الحدود. أنتوا لاحظوا هذه الروايات. الفقهاء قبل أن نقول في الروايات، المهر من الواجبات، من الأشياء اللازمة في الزواج. شنو هو المهر؟ الفقهاء محددين المهر، قائلين كل ما يصح للمسلم تملكه عينا كان أو منفعة. أكو بعض الأشياء لا يصح للمسلم تملكها، مثل الخمر مثلا، مثل الخنزير مثلا، استثنوا هاي الأشياء وهي أشياء محدودة. بقية الأشياء كلها يصح أن تكون مهرا عينا كان أو منفعة. عن محمد بن مسلم، لاحظوا هذه الروايات، لاحظوا منهج الله عندما كان في ذاك الوقت شلون القضايا كانت عادية. عن أبي عبد الله يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، قلت له أدنى ما يجزي في المهر، أقل شيء في المهر إيش قال الإمام صلوات الله عليه؟ قال تمثال من سكر. تمثال من سكر يعني هذا قند، هذا القند الكبير تمثال من سكر يطيه، هذا هو المهر، هو هذا يكفي. الفقهاء يقولون أقل من هذا ما بإشكال، بس هذا شيء اجتماعي متعارف، واحد يطي زوجته حبة من القند هذا مو متعارف، أما تمثال من قند ما في إشكال، هو هذا المقدار يكفي. في الرواية وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، يعلمها سورة من سور القرآن، هذا هو الاتفاق، يعلمها سورة الكوثر مثلا، سورة البقرة، سورة الإيلاف، سورة يعلمها، هذا هو المهر. والدرهم درهم واحد، وعلى القبضة من الحنطة، هاي قبضة من، هذا هو المهر. المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي على قبضة من الحنطة، الرجل يقول قبلت، هذا هو. شوف شلون بساطة في الواقع. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة، يبدو كان جايب المرأة وياه، أريد أتزوجها. فقال صلى الله عليه وآله وكم تصدقها؟ الصداق شقى؟ المهر شقى؟ قال ما عندي شيء، كل شيء ما عندي. الزواج هو مو تجارة، لا، اشتراك في حياة، رابط بين حياتين، هذا هو، مو أكثر من هذا، ما في أكثر من هذا، رابط بين حياتين. قال ما عندي شيء يا رسول الله. فنظر صلى الله عليه وآله إلى خاتم في يده، شاف في إيد هذا أكو خاتم هذا الرجل، فقال هذا الخاتم لك. هل قد الناس فقراء حتى واحد ما يدري هذا الخاتم اللي لابسه ماله، لو ماخذ عارية من واحد، هم كانوا يأخذون عارية، خاتم يأخذ عارية. في صحيحة عبد الله بن سنان كان يستعيرون الثياب، يجي إلى جاره يدق الباب يقول أرد أروح إلى مكان ثوبك أعيرني، وإني أستعير الثوب من الذمي. واحد يهودي واحد مسيحي يجي يستعير منه الثوب يلبسه وبكرة يرجع. نشوف شلون الحياة ما فيها تعقيد، حياة بسيطة. المرأة تريد تروح إلى زواج، تجي إلى جارتها تدق الباب تستعير منها الحلي، معاضد أو تراشي أو ما أشبه ذلك، تستعيره وبعدين ترجع لها. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما شاف الخاتم في إيده قال هذا الخاتم لك. رواية عبد الله بن سنان صحيحة أو موثقة الآن مو في بالي، قال نعم هذا الخاتم مالي. قال فتزوجها عليه، هذا هو، هذا الخاتم اجعله مهرا. ايش قد قيمة هذا الخاتم؟ لعله درهم، لعله 10 دراهم، ما إلى قيمة الخاتم كثيرا ما يعني. هاي رواية، هاي البساطة اللي كانت في ذاك الوقت. النفوس كانت بسيطة، النفوس ما كان فيها عقد والتواء تعقيد،
لا عادي عادي. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إن الأمر أهون من ذلك في تلك القضية. الحياة مو معقدة، إحنا نعقد الحياة. في رواية مضمونها: لا تسب الزمان، الزمان لا ينبغي أن يسب، الزمان ما إلى ذنب، نعيب زماننا والعيب فينا، ولو نطق الزمان إذن هجانا. الزمان ما إلى عيب، الدنيا ما إلها عيب، نحن الذين تبدلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس عندما تعقدت تعقد الحياة، تعقد كل شيء في الحياة. لا، الحياة بسيطة، الحياة حلوة، الحياة لطيفة. الله خلق المؤمنين ليرتاحوا في هذه الحياة. نعم يتحملون بعض المعاناة، بعض الواجبات، أما مو كل حالة قلق وتوتر واضطراب. الزوج أخلاقه مكفهر، وجهه مكفهر، المرأة عبوسة في البيت، عبوسا قمطريرة. لا، الناس عاديين يتفاعلون مع الحياة، يمشون في الحياة، مستانسين بهذه الحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الله ما خلق هذه الدنيا للكفار، ما خلقها للمنافقين، خلقها للمؤمن، لكن فيها بعض الشوائب خالصة يوم القيامة. أما أنه واحد يحول الحياة إلى الجحيم، والبيت العائلة إلى الجحيم، وكل خلاف وكل أخذ شات، هاي مو هي الحياة التي أرادها الله، هاي مو حياة المؤمنين. حياة المؤمنين حياة مطمئنة هادئة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هكذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان منهج الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. رواية أخرى في هذا الباب عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله، شوفوا البساطة، التعامل العفوي مع الحياة، فقالت: زوجني. هي امرأة تطلب الزواج، ما في إشكال، امرأة تطلب الزواج لكن بعفة باحتشام، ما في إشكال. النبي كان قاعد صلى الله عليه وآله وأكو معه جمع من أصحابه، فقالت: زوجني. هاي الرواية موجودة في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه. فقال: زوجني. فقال النبي صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ من يتزوج هذه المرأة؟ ما في إشكال، دعوة إلى شيء يحبه الله، دعوة إلى شيء يحبه رسول الله، دعوة إلى شيء فيه قوام الحياة، من سنن الكون، سنة من سنن الكون الزواج. من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، أنا أريد أزوجها، زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما تعطيها؟ شنو المهار؟ قال: ما لي شيء، كل شيء ما عندي، كل شيء ما عندي، حتى الدرهم ما عندي، حتى قبضة من الحنطة ما عندي، حتى تمثال من السكر، كل شيء ما عندي. فقال: لا، ما يصير بلا مهر، ما يصير. هيش انتهت القضية. فالمرأة مرة ثانية فأعادت، مرة ثانية قالت: يا رسول الله زوجني. فأعاد رسول الله الكلام، يعني قال: من لهذه المرأة؟ فلم يقم أحد، يبدو البقية كانوا متزوجين أو ما أشبه ذلك، غير الرجل، نفس الرجل قام، الرجل الأول. النبي قال له: عندك شيء؟ قال له، قال له: لا. فأعادت المرأة مرة ثالثة، أعادت: زوجني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل: أتحسن من القرآن شيئا؟ تحسن،
تعرف سورة من القرآن أو كمية من القرآن؟ قال نعم. فقال زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. هذا هو، شنو تعرف من القرآن علمها. واحد يعلم زوجته صنعة، هذا هو المهر، يكون ما بيش من الناحية الشرعية، يعني يعرف قيادة السيارة، يقول أتزوجك على أن أعلمك قيادة السيارة، ما في إشكال، هو هذا ما في إشكال. أو أي صنعة من الصنايع، راجعوا الشرائع، راجعوا اللمعة، راجعوا جميع الكتب الفقهية، كل عين وكل منفعة لا إشكال أن تكون مهرا. هاي الرواية أيضا أقرأها عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، اللي آيم أكو وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فقال صلى الله عليه وآله لا إربة لي في النساء، ما أريد. فقالت المرأة زوجني بمن شئت من أصحابك. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها. فقال صلى الله عليه وآله هل معك شيء تصدقها، عندك صداق؟ قال والله ما معي إلا ردائي هذا، بس عندي هاي العباية، هذا هو. فقال صلى الله عليه وآله إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك. واحد بلا رداء، لأن الرداء من الأشياء المحبوبة، وحتى في الصلاة من المستحب كما يقول الفقهاء، واحد يخلي رداء على عاتقه، يجيب عباية ولو ما يلبس يخليها بالمسجد، عندما يريد يصلي يخلي العباية ويصلي. إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك. هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما معك من القرآن. هذا هو حقيقة عندما كان هذا المنهج، كان هذا الفساد اللي الآن نشوفه، ما يكفي فقط المكافحة السلبية للفساد، لا، المكافحة السلبية للفساد لا يكفي، يجب أن يكون مكافحة إيجابية. مثل واحد جوعان تقول له لا تأكل، هذا الطعام مو زين له، أعطي له طعام آخر أيضا، أعطه طعاما طيبا حتى يجتنب عن الطعام الخبيث، أما كله بمنطق لا، هذا لا يمكن. لذلك الله تعالى يقول في هذه الآية وأنكحوا الأيامى منكم زوجوهم. الأيامى كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا زوجة له، زوجوهم. أي المرأة التي لا زوج لها، الرجل الذي لا زوجة له، أي واحد كان، كبيرة كانت أو صغيرة، متزوجة من قبل أو غير متزوجة، زوجوها. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، حتى عبيدكم حتى إمائكم زوجوهم أيضا الصالحين منهم. بعدين الله يقول إن يكونوا فقراء، هاي أهم مشكلة، ما عندي، ما عندنا، منين نجيب؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله. الله 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 موجود، الله وعد بذلك. من اللي الآن يعطينا؟ من اللي الآن يرزقنا؟ عندما كنا في الأرحام في تلك الظلمات اللي لا تنالنا يد، من كان يغذينا؟ من كان يرزقنا بتلك الدقة؟ شوف العلماء يقولون طعام الجنين في بطن أمه يختلف شهرا عن شهر، كل شهر طعام جديد إله يتلائم مع حالته الجديد، بل كتبوا في الكتب هذا الطعام يختلف يوما بعد يوم، كل يوم طعام الجنين بشكل جديد، لأن هذا دا يتطور، هذا الجنين هذا عنده مرحلة جديدة، فكل يوم الطعام يتطور في الجنين. عندما يجي إلى هذه الدنيا لا أسنان عنده، لا يهتدي إلى منافع، لا يهتدي إلى مضار، الله سبحانه وتعالى يعطيه اللبن
ويهديه إلى اللبن، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والعلماء كتبوا في كتبهم هذا اللبن وإن رأيناه شكلا واحدا وحالة واحدة، كل يوم يختلف عن اليوم اللي قبله. الطفل دا يتطور، اللبن أيضا الله يطوره حتى يكون مناسب لحاجة هذا الطفل. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله. أكو في الأحاديث من ترك التزويج مخافة الفقر فقد أساء الظن بالله. أحد الطلبة كان في إحدى الحوزات العلمية في العراق، جاء واحد سأله قال له أنت منين تعيش؟ قال له الله. قال له لا، كل الواقع. قال له الله، الله هو اللي دا يتكفل بمعيشتي برزقي. قال له لا، احكي كلام آخر. قال له في الواقع، ذاك الطلبة قال له هذا الرجل، قال له في الواقع أكو فتاجر يهودي في بغداد، هذا كل شهر يبعث لي 20 دينار مثلا، أقول 20 دينار. قال له إيه هذا معقول، هذا معقول. قال له يا ضعيف الإيمان، يا ضعيف اليقين، أكو تاجر يهودي يبعث 20 دينار إلى طالب في حوزة علمية في العراق، بأي مناسبة يبعث إلى ذلك؟ هذا معقول؟ أقول لك الله، هذا مو معقول. حقيقة هذا يدل على ضعف الإيمان ويدل على ضعف اليقين. أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. مئات المليارات، ملايين المليارات من الكائنات الحية، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هذا الشعر اللي على الجبهة. كل هذه الحشرات الصغيرة اللي تشوفوها، شوفوا الهيمنة الإلهية، القدرة الإلهية على هذا الكون. ما من دابة، كل حشرة من هذه الحشرات، كل طير من هذه الطيور، كل سمكة من هذه الأسماك، الله ماخذ بناصيتها. الله يهديها إلى منافعها، إلى مضارها. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. واحد واحد الله كيف صبت على رزقها، واحد واحد من هاي الحشرات، من هذه الطيور، الله يهديها يرزقها، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالله ينسانا احنا، الله ما يتكفلنا احنا. في تلك القضية المفصلة اختصرها جدا، سليمان صلوات الله عليه كان قاعد على شاطئ البحر. هاي القصة نقولها لضعاف اليقين. هاي القصة موجودة في بحار الأنوار. كان قاعد على شاطئ البحر، شاف نملة في فمها حبة قمح دا تروح باتجاه البحر، فأخذ سليمان يراقب هذه النملة. شو تسوي هاي النملة؟ عوالم دقيق، عالم من العلماء، يقضي 20 عام من حياته في حياة النمل، يراقب النمل شلون دقة. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. اجت النملة إلى شاطئ البحر، خرجت ضفدع من الماء، فتحت فمها. النملة دخلت في فم الضفدع وهي حبة القمح. الضفدع أغلقت فمها ثم غاصت في الماء. سليمان تعجب، شنو هذه القضية؟ شنو هذه النملة؟ شنو هذه الضفدع؟ المهم مضت ساعة طويلة في الرواية، أكو ساعة طويلة شقد ما أدري، المهم مدة طويلة مضت. بعدين الضفدع إجت فتحت فمها، النملة طلعت وجاءت على الأرض. سليمان دعا النملة، صاح لها قالها تعالي، لأنه كان يعرف منطق الحيوانات، وعلمنا منطق الطير، حيوانات لها منطق. قال لها شنو سويتي أنت؟ قالت في الواقع
أكو في جوف هذا البحر صخرة، هذه الصخرة مجوفة، في جوف هذه الصخرة أكو دودة من الديدان، أكو في الماء ديدان اللي ما تتأثر بالماء لكن عاجزة ما تتمكن تتحرك في سبيل رزقها وأكلها. أنا كل يوم أخذ لي طعام، أجي إلى شاطئ البحر، أدخل في فم هذه الضفدعة، الضفدعة تغوص في أعماق البحر، تروح وتضع فاها على تلك الثقبة اللي في الصخرة حتى هذه النملة لا تغرق في الماء، هالشكل تحافظها. أنا أطلع من فم الضفدعة، أروح إلى هذه الدودة وأضع هذا الطعام في فمها، ثم أعود إلى فم الضفدعة، الضفدعة تغلق فمها، تصعد فوق، أطلع برا. هذا شغلي كل يوم. فقال سليمان صلوات الله وسلامه عليه: وهل سمعت لهذه الدودة من تسبيحه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إحنا الغافلين في هذا الكون، وكل ما هناك حي ناطق، ولجمال الله دوما عاشق. إحنا اللي تخلفنا عن هذه القافلة في هذا الكون، إحنا النائمين، إحنا الغافلين. قالت: نعم سمعت تلك الدودة تقول يا من، تخاطب الله تعالى، يا من لا ينساني في قلب هذه الصخرة تحت هذه اللجة يعني البحر، لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك. الله اللي تكفلنا، الله اللي ساعدنا في تلك الأوقات اللي كنا ضعاف، اللي كنا لا نفقه شيئا، هل يغفل عنا وهل يتركنا؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله. الله الذي سير كل هذا الكون وعد بأن يتكفل بذلك، والله واسع عليم. من الضروري على الآباء، على الأمهات، على الإخوان الكبار، على المجتمع ككل أن يسعوا لتزويج العزاب. وأقرأ هذه الرواية أخيرا وأختم بها الموضوع، وهذه الرواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في من يسعى لتزويج أخيه المسلم. الظاهر لا فرق أن يكون أخا مسلما أو أختا مسلمة. يقول: كان له اللي يسعى في ذلك بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها. شنو ثواب عند الله؟ عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. يعني إذا واحد يصوم سنة كاملة وفي ليالي تلك السنة كلها يقوم من أول الليل إلى الصباح في العبادة، هذا اللي يسعى لزواج أخيه المسلم له بكل كلمة أو بكل خطوة عمل سنة كاملة. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.